مشاهدينا في كل مكان تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في العدد الأخير من برنامجكم الحوار الاقتصادي للموسم 2015-2016، ولأنه الأخير ارتأينا تخصيصه للنظر في المرآة العاكسة لكل ما تناوله البرنامج على مدار ما يفوق 40 عددا. تقييم من قبل أهل البرنامج الذين حضروا معنا على مدار السنة والحاضرين معنا اليوم هنا بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حاضرين معنا في فضاء ذو رمزية كبيرة تعكس الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مكان ألفنا وألفناه. في هذا العدد سنسلط الضوء أيضا على المحطات الاقتصادية الكبرى التي تناولناها بالتحليل والنقاش من خلال تدوير الميكروفون على ضيوف الأوفياء للبرنامج في دقائق معدودات لمعرفة تطورات ما تم طرحه خلال البرنامج طيلة هذا الموسم. أهلا بكم في برنامجكم، ولأن البرنامج أيضا يهتم بالأحداث الاقتصادية الآنية لا يمكننا تفويت فرصة الحديث عن أحداث هذا الأسبوع، والتي تميزت بإشراف الوزير الأول عبد المالك سلال على افتتاح الصالون الدولي على تدشين معرض الجزائر الدولي السبت المنصرم، وكذا التوقيع على 14 اتفاقية شراكة بين الجزائرية للتصدير والتظاهرات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية لكوت ديفوار في مختلف القطاعات. كما سنعرج على التحضير للقاء الثلاثية والمقرر انعقادها الأحد المقبل 5 جوان، والذي من المنتظر أن تتمخض عن هذا اللقاء العديد من القرارات الاقتصادية الهامة والجريئة والمصيرية. في هذا البلاتو يحضر معي ضيوف اعتادوا على التداول في هذا البلاتو، وارتأيت أن يكون العدد مضاعف مقارنة بما كان عليه من قبل، وهذا لا يكفي لاستضافة كل الضيوف، فمعذرة للذين لم يحضروا اليوم معنا، ومرحبا بالذين متواجدين اليوم معنا. نبدأ الحوار إذن مع السيد طيب زيتوني. طيب زيتوني رئيس المدير العام لصافاكس. سيد طيب زيتوني، نحن اليوم ضياف عندكم في صافاكس بمناسبة أولا معرض الجزائر الدولي، لأهمية هذا المعرض، ومن جهة أخرى لأن الفضاء واسع ورحب يستقبل ضيوف برنامج الحوار الاقتصادي. نشكركم سيد طيب زيتوني على كل المجهودات المبذولة من طرف العاملين هنا بصفاكس وأنتم على رأسهم، ولأنكم أيضا يعني رئيس مدير عام المعرض، وهو معرض للعرض هنا في صفاكس وأيضا معرض للتصدير. نبدأ أولا من آخر ما تم هنا بصفاكس، إشراف الوزير الأول السيد عبد الملك سلال على تدشين معرض الجزائر الدولي، أهمية خاصة أوليت لهذا المعرض. سلال وجه العديد من الرسائل الهامة، تدعيم الاقتصاد الوطني والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية. ما هي قراءتكم وما هو تقييمكم لهذا المعرض، ويومين تفصلنا على انتهاء فعاليات هذه التظاهرة؟ تفضل سيد زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ما نرحبش بكم لانك رانا ضيف عندك في الحصة. شكرا سيد. اللي يتبعها كل جزائري وكل مهتم بالاقتصاد الوطني. شكرا. ثانيا الفضاء هذا اللي موجودين فيه من المفروض لانك انت دشنتيه من خلال هذه الحصة انه يكون يعني صرح للنقاش وتبادل الافكار من اجل بعث اقتصادنا وفتح لنا الكثير من النقاشات. اما فيما يخص تنظيم الطبعه 49 من معرض الجزائر الدولي اللي اعتادت الجزائر منذ 49 سنه وهي تنظمه كل سنه
تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. هذه الطبعة عرفت العديد أو هذا المعرض عرف العديد من المحطات. كانت في بداية الأمر محطات فولكلورية تقريبا لتسجيل أسماءنا في الساحة الدولية بأن صحيح. كذلك إحنا دولة مستقلة وفتية. عندنا اقتصادنا ونقدر ودولة فتية. بعد التطور إلى عدة مراحل يعرفها الجميع لا داعي إلى ذكرها، لكن في الآونة الأخيرة نعرف بأن الاقتصاد الدولي العالمي يعرف تحولات كبرى صحيح. يعرف يعني إصلاحات كبرى خاصة عندنا في الجزائر، وخاصة بعد سقوط سعر البترول وتهاوي أسعار النفط أصبحت الآن هناك موضة جديدة أو اتجاه جديد في الاقتصاد العالمي يعتمد على الذات بالدرجة الأولى وعلى الفرص الموجودة داخل الوطن. إذن هذه الطبعة جت في خضم كل هذه الأحداث، خضم أننا في وضع اقتصادي جديد، في تحولات جديدة، في إصلاحات جديدة، في يعني آفاق جديدة ترسم. وقت اقتصادي صعب يجب التكيف معه يجب سيد التكيف معه. زيتوني إذن نعم. هذه الطبعة يجب أن تكون مرآة لكل ما يحدث في الوطن وخارجه. لذا ارتئينا هذه السنة لما يكونش عندنا انفيتي دونر ضيف شرف، ضيف شرف اللي اعتاد المعرض الدولي الجزائري أن يستضيف في كل سنة دولة ونعلق الإعلام نتاعها ونرحبوا بهم ونعرضوا ثقافتهم وتقاليدهم وكذا، لكن هذه السنة ارتئينا على أنه تكون هذه الطبعة اقتصادية بامتياز. كيف؟ أنها تعرض الكثير من الشركات الوطنية والأجنبية. هذه الشركات تكون بيناتها شراكة للعدد تاعها 810 وهذا شركة، هو الهدف يعني. وهذا هو الهدف تاعها 810 شركات من جهة، 405 شركة أجنبية و405 جزائرية. أول راح يكون نقاش بيناتهم بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية، تبادل المعرفة والرؤى، عقد شراكات، لعقد اتفاقيات، لتبادل الخبرات، لتبادل الأفكار، وهذا هو الهدف الأساسي من تنظيم المعرض. لكن ما يميز هذه الطبعة هذه السنة قلت أنها ضيف شرف، ما عدناش فقط دولة ضيف شرف، بل عدنا 10 دول من إفريقيا اللي هما ضيف شرف، وهو يعبر على رسالة اقتصادية يرسمها الاقتصاد الجزائري. وهذا هو الحدث يعني الهام والهام جدا، هو وجود أفارقة هنا في الجزائر لتوقيع عديد الاتفاقيات فيما يتعلق بتصدير منتجات جزائرية لدول إفريقية. هذا السوق كنا غايبين عليها تماما سيد زيتوني، وهي الوجهة ربما كنا غافلين عليها لكنها وجهة هامة وهامة جدا. اليوم توجهنا نحو إفريقيا، أبرمت 14 اتفاقية ممولة من طرف بنك الإفريقي. ما هي حضرتم هذه الاتفاقات ما هي فحوى هذه الاتفاقات سيد؟ إذن قلت هذه هي هذا ما يميزها طبعا. نعم صحيح. لأن اقتصاد لأنه تزامن نديروا البارومتر باش نشوف الاقتصاد تاعنا هل هو تنافسي، هل هو منتج أو غير منتج، هو تنافسي أو غير تنافسي. وبالتالي كان حوالي 86 مصد أو مستورد إفريقي زاروا الجزائر بمناسبة معرض الجزائر الدولي، وشاركوا في الصالون الذي تنظمه الجاكس بموازاة مع تنظيم هذه الطبعة 49، وشفنا وكذلك كان موجود معنا الرئيس المدير العام للبنك العربي للتنمية الإفريقية للجزائر عضو فيه. نعم. وتأسس هذا البنك هنا صحيح. في الجزائر لأول مرة أننا احتضننا هذا البنك ورجعنا له. وفي من جهة أخرى كما قلتي سوقنا أو مكاننا الطبيعي هو السوق الإفريقية صحيح. مكان المنتجات تاعنا لأننا موجودين في قارة موجودين فيها الكثير من الفرص السانحة للتصدير والنشاط الاقتصادي، وبالتالي مرافقة البنك الإفريقي للتنمية جاء يرافق المستوردين الأفريقيين، ليست استدانة. نعم. يسلف البنك الإفريقي نعم. أموال إلى الجزائر باش أنها تنتج بها، لا هو يسلف المستوردين الأفارقة نعم. باش يقتنيوا سلع من الجزائر، وعندما زاروا الجزائر ولي الأنفلوب تاعها أو القيمة تاعها تتجاوز 50 مليون دولار أورو. وعندما جاءوا الجزائر هؤلاء المستوردين لقوا بأن متطلباتهم أو احتياجاتهم من السوق الجزائرية وما يوفره السوق الجزائري نعم. وما هي ما هو موجود من منتجات ذات جودة عالية تجاوز كثير والكثير هذا المبلغ المالي نعم. الذي رصدته البنك الإفريقي. وبالتالي البارح شهدنا في هذا في الندوة بحضور وزير المالية ووزير التجارة نعم. شهدنا على اتفاق أو توقيع أكثر من 14 اتفاق نعم. بما قيمته 145 مليون
دولار اللي تم إمضاءها اللي حتصدر إلى إفريقيا. نعم سيد إسماعيل للماس رئيس هيئة مستشاري المصدرين الجزائريين، حضرتم هذه التوقيعات مع بين مؤسسات أو بين الجاكس ومؤسسات من كوت ديفوار على ما أظن، كيف تقيمون هذه العملية اليوم السيد؟ ونحن كنا يعني في عديد الحصص السابقة كنا نعاني من مشاكل كبيرة للمصدرين الجزائريين، كانوا يعانوا كثير من بيروقراطية التصدير. تفضل السيد الماس. شكرا بارك الله فيك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله حضرنا كما قلتي في هذه الأيام اتفاقيات ولقاءات مع الأفارقة في غضون هذا المعرض الدولي، بل في غضون المعرض اللي نظمته الجاكس. نعم. يعني صالون التصدير. نعم. تصدير جزائر إكسبور. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. من كوت ديفوار على ما أظن، كيف تقيمون هذه العملية اليوم السيد؟ ونحن كنا يعني في عديد الحصص السابقة كنا نعاني من مشاكل كبيرة للمصدرين الجزائريين، كانوا يعانوا كثير من بيروقراطية التصدير. تفضل السيد الماس. شكرا بارك الله فيك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله حضرنا كما قلتي في هذه الأيام اتفاقيات ولقاءات مع الأفارقة في غضون هذا المعرض الدولي، بل في غضون المعرض اللي نظمته الجاكس. نعم. يعني صالون التصدير. نعم. تصدير جزائر إكسبور. ولكن إذا نذكرك الأخت ونذكر المشاهدين بأن باش نكونوا واقعيين. نعم. يعني كل سنة نشاهد نفس الـ السيناريو، يعني هناك اتفاقيات في كل سنة وفي كل في وقت تنظيم يعني هذا المعرض، ولكن احنا اليوم واش نقولوا؟ احنا نباركوا هذه الاتفاقيات، نباركوا هذا الاهتمام بالتصدير، نباركوا بهذا معرض الصالون تاع تصدير. نعم. لان هذه المرة جات بشيء جديد، يعني قامت بصالون بمعرض
وكما لما نتكلم على تصدير نتكلم على اسواق اجنبيه. تقولي لي يعني طبعاً. من المفروض ان هذا الصالون يكون في السوق كونسيبل يعني في السوق الاجنبيه مش هنا. هناك افارقه حضرتك إيه يعني. ولكن هذا هو الجديد. لكن هناك عديد الجزائريين من رجال الاعمال توجهوا الى افريقيا يعني مؤخرا يعني كثير من البلدان. هذا كل سنه نديروه مدام، هذا كل سنه، ولكن اليوم الجديد ما هو الجديد؟ نعم. درنا معرض وجبنا الافارقه هنا، جبنا متعاملين افارقه باش يشوفوا القدرات الجزائريه ويشوفوا البوتونسيال الجزائريين. سا سي نوفو، هذا مليح. دونك فينالمون هذا الصالون تاع جزائر اكسبور عنده هدفان. الاول هو تعريف بالقدرات الجزائريه، لان جابوا لنا حوالي 180 مؤسسه بين خاصه وعموميه. وثانيا الهدف الثاني هو جلب هذه المتعاملين الاجانب الى الجزائر لترويج بالمنتوج الجزائري. هذا خطوه جيده. دروك الاتفاقيات قلت لك كل سنه هناك اتفاقيات يعني، ولا تسمحي لي باش نكون صريح؟ لا لا، هذا طابع البرنامج الصراحه. تفضل. بارك الله فيك. انا قلت لك مبارك الاتفاقيات، ولكن نتكلموا على 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 نتائج هذه الاتفاقيات. نتكلموا عليها نديروا حصه على من 6 شهور مثلا. نشوفوا واش داروا بهذه الاتفاقيات. تكلمنا على 145 مليون اورو صفقات، مليح نباركوا هذه الجزائر، ولكن من 6 شهور نشوفوا هذه 145 مليون يورو. تدير واش حبيت نقول؟ حنا هناك عمل او يقوموا به يعني. بدات المسؤولين في الجزائر بداو يتفطنوا بان هذاك لو تو تامبور، هذاك الشكل الاقتصادي مبني على لامبورتاسيون، خلاص يلزم نروحوا يعني. الاشياء فرضت علينا اليوم، الازمه فرضت هذه الازمه، ورب الضرات النافعه سيد الالماس. بارك الله فيك. دونك يلزم النقله هذه من الشكل الاقتصادي مبني على الاستيراد الى الشكل الاقتصادي مبني على التصدير. هذا يمشي معاه اليات. تريدون القول انه ما تم الاتفاق عليه اليوم لا يمكن تجسيده ولا لا؟ لا 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 نو نو، انا قلت لك يعني كل سنه في كل معرض نديروا اتفاقيات ونديروا، لكن ليس بهذا الشكل. لا 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 ليس بهذا الشكل والله. شوفي كل سنه درك اللي عنده احصائيات يقول لنا ما هي نتائج هذه الاتفاقيات. كل سنه نجيبوا لي كاميرا ونسينيو لي زاكور اكسيتيرا. اليوم ان شاء الله اليوم شيء جديد في هذه الجزائر. نشوفوا نروحوا للملموس وان شاء الله نجيبوا هاد 145 مليون يورو يدخلوا لنا في الخزينه الجزائريه. متفق معك سي زيتوني، وراح نعطيله الكلمه لانه تفضل سي زيتوني. اذا كان عنده نعم، اذا كان هناك ارقام يتقدم لها سي زيتوني باختصار شديد. بطبيعه الحال كما قال سيد الالماس يعني شيء طبيعي. كل سنه نديروا معرض وهذا هو الهدف تاع المعرض. هدف المعرض ماذا؟ هو يتكلم عن الاتفاقيات التي توقع ولا تجسد ميدانيا. سيد زيتوني هدف المعرض انه يلاقي بين رجل الاعمال والانسان اللي يستولي. نعم. هذا هو الهدف نتاعه. لكن تبقى النشاطه والقفاز نتاع لوم دافير الجيريا البروديكتور الجيريا، هذه تابعه لقفازته هو ونشاطه هو. صحيح. الدوله ما تتابعوش. لكن فيما يتعلق بما يوقع، فيما يخص هذه السنه. نعم. نوضح برك السيد الماس انه ما تقدرش تكون كما السنوات الماضيه لسبب واحد. السنوات الماضيه ما كانش عندنا لاباديا، ما كانش عندنا البنك العربي الافريقي لتنميه افريقيا. نعم. السنوات الماضيه ما كانش عندنا اون لين دو كريدي، خط يعني لتمويل الصادرات الجزائريه. كان المصدر او المستورد الافريقي او الاوروبي يجي للجزائر وبانيشيتيف خاصه تاعو يحوس على سوق، يتلاقى مع انسان منتج يقول له يا نسنيو كونترا، تمشي ما تمشيش، ممكن ما عندوش دراهم باش يمولها. لكن هذه السنه الشيء الجديد اننا تحصلنا على اون لين دو كريدي. صح عندك الحق. هذا من الجانب الاول. انا مصر على واش قلت باختصار باش ما نبقاش. من الجانب الثاني هو ما هي فائده، اسمح لي، ما هي فائده اليوم تنظيم معرض دولي في الظروف الحاليه؟ رئيس الحكومه يتكلم هذا على تقليد السيد. تقليد سيد الالماس يعني شوفي بكري ما نوقفوش كل النشاطات الاقتصاديه. شوفي وعلى الوقت الجزائر كانت في حاجه الى شراكه اجنبيه، في حاجه الى معرض مثل هذا لاجتناب لجلب يعني لي ماشين اكسيتيرا، لبناء اقتصاد، لبناء نسيج صناعي. ولكن اليوم حنا رانا نتكلموا في تقشف، رانا نتكلموا في ريدكسيون دي فاكتور دامبورتاسيون. لما نديروا معرض دولي نجيبوا 450 شركه اجنبيه. نعم. من اجل ماذا؟ من اجل الترويج بالسلع الاجنبيه للسوق الجزائريه. يا هل ترى عندنا الامكانيات اليوم؟ يا هل ترى؟ انا ما نقولش ضد المعرض اليوم، بالك من الاحسن نستهدف معارض سبيسياليزي مختصه لتلبيه حاجيات الاقتصاديه للجزائر اليوم. اليوم
رانا رحنا باغ اكزومبل للصناعه التركيبيه للسيارات. نظن بان كان من الممكن نديروا معرض لجلب لي زيكيبمونتي باسكو نسحقوا ننميو النسبه الاندماج هذيك. كان من المفروض نقوموا مثلا ونخرجوا من هذا يعني التقليد مليح، ولكن كل دور كل وقت عندها ظروف نتاعها. يعني كان من المفروض ان نغير نقلم الاستراتيجيه تاعنا حسب يعني الواقع الاقتصادي. نعم هذا اقتراحكم ورايكم. سيد علوان حميد علوان مختص خبير اقتصادي واستاذ جامعي، ما تعليقكم عن ما كان يقول سي الماس؟ هل ما تقوم به الحكومه اليوم يعني من هذه التوقيعات ومن هذه الاتفاقيات هو مجرد حبر على ورق، يعني لا يمكن تجسيده يعني 100%، يعني ممكن تجسده 20 10 30. وسي زيتوني يقول لك انه على المتعامل الاقتصادي، الدوله تقوم بالمبادره والمتعامل الاقتصادي هو من يجسد هذه الاتفاقيات. تفضل. بطبيعه الحال شكرا. ميكرو فقط. احيي المشاهد الكريم بتحيه الاسلام فاقول لهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، الحصة الطيبة هذه واللي عندها بطبيعة الحال صدى عند الجزائري المهتم، لكن حتى ما يعني ما ندخلش في تعليق وجدال وكذا، لكن اليوم الجزائر لازم نفهم الجميع المسؤولين الشعب الجزائري أرباب العمل النقابات كلهم يجب أن نتحولوا نحو تنويع الاقتصاد الجزائري بهذه المبادرات اللي بطبيعة الحال احنا ما ندخلش في نية الناس، لكن اليوم على ما أظن والدليل على ذلك أن هناك اتفاقية أو هناك اجتماع ثلاثي، وكأن هناك عقد اجتماعي جديد بين الجزائريين للنهوض بدولة الجزائر نحو الأمام، لأن ما كان يسمى سابقا الذهب الأسود نحيو لازم كلمة الذهب ونخليوها الأسود، انتهى أمر البترول. لابد، والتقرير اللي جاء من أكبر هيئة مالية دولية واللي هو صندوق النقد الدولي يقول على الجزائر أولا شرطين اثنين، هو تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار بالدرجة الأولى وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا كانت هذه المبادرة اللي اليوم الجزائر تحتضن مختلف الدول الموجودة هنا أنها توافقها عمل جاد، ما نقولوش القفازة لأن القفازة وحدها ما تكفاش، هل المؤسسات الجزائرية اليوم هل تكون أمام التحدي الموجود في تنويع اقتصاديات الجزائر والبحث على مصادر بالعملة الصعبة من الداخل؟ وأنا كنت قلت في عدة بلاطوات قلت بأن الجزائر اليوم هي يابان إفريقيا لو نوفروا لها يعني الإرادة السياسية بالدرجة الأولى. الجزائريين لازم يشمروا على سواعدهم ويتجهوا نحو هذا السوق اللي الأوروبيين يتكلبوا على هذا السوق اللي فيه سوق استهلاكي كبير، ومن ثم الجزائر عندها قدرات، القدرات موجودة لكن تبقى بعض الأشياء هي ترتيبات وما عندناش حل ثاني، ما عندناش بديل ثاني. لو نبحث على بديل ثاني ما راحش نلقاوه لا في السوق الأوروبية، لأن في السوق الأوروبية ما عندناش تنافسية، المؤسسات الجزائرية ممكن ما عندهاش تنافسية بالدرجة الأولى. وعلى هذا هذه المؤسسات الموجودة اليوم في الجزائر، السي الماس بطبيعة الحال يقول بأن جارت العادة نديروا بروتوكولات وهذا من حقه، وهذا يعني مش ما نقدروش نغطيو الشمس هو في المجال يعني في مجال ولكن التفصيل. في نهاية المطاف عندنا قدرات، عندنا إمكانيات مادية معتبرة، ما على الدولة الجزائرية إلا فتح المجال. ونرجعوا أنا نرجع دائما إذا كانت النظرية الكينزية فتناها أصبحنا نحقق معدلات نمو غير حقيقية. اليوم نلجأ إلى كتاب كان ألفه أدم سميث في القرن 18 وقال في ذلك الكتاب ثروة الأمم، كيف نخلق الثروة في الجزائر عن بهذه الطريقة، ما كانش طريقة أخرى. ثروة الأمم اللي أدم سميث بناها على مبدأ واحد هو ليسي باسي ليسي فار، دعه يعمل دعه يمر. وإذا كان المعرض هذا يخلي الناس يشتغلوا فمرحبا به، وبالعكس نثمنوه. وشكرا لكم. نعم ده. سيد محمد كريم رئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، قال السيد علوان قال الأفامي على الجزائر تشجيع الاستثمار الداخلي، ربما لم نكن في حاجة إلى هذا السيد كريم وشرعنا في تشجيع الاستثمارات قبل أن يتحدث الأفامي. ما هو واقع الاستثمار اليوم وخاصة أن في كل مرة توجه أصابع الاتهام للتمويلات البنكية لتمويلات المشاريع؟ السيد كريم تفضل. دعيني أولاً أشكرك على هذه الاستضافة. ميكرو فقط سيد كريم. أشكرك على هذه الاستضافة. شكرا على واجب سيد. وكذلك كانت من الأوقات الطريفة في 2016 أننا عودتنا على اللقاء كل يوم ثلاثاء. شكرا. لنقاش حول مواضيع اقتصادية، وهذا سيكون له يعني في الأيام في
الأيام المقبلة أننا نتشوق لهذه الحصة. شكرا للسيد كريم. الرجوع إلى السؤال وكذلك إلى النقاش الذي وقع بين الأخوين حول هذا المعرض، إن كان هناك عنوان نعطيه لهذا المعرض هو معرض الاستيراد والنموذج الاقتصادي الجديد اللي نحن على صدد مبلورته والثلاثية في اليوم الأحد، أنا نظن أن هناك إشارة قوية لأن الاقتصاد الوطني في تغير والتغيير سيأتي من هنا. تنويع الاقتصاد الوطني، تنويع الاقتصاد الوطني يمر ضروري على الاستيراد. نذهب من اقتصاد التصدير إلى اقتصاد الاستيراد. العكس، نبدأ من الاستيراد إلى التصدير. نعم. هذا هو الهدف والإشارة القوية من 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 الحكومة ومن الوزير الأول اللي زار هذا المعرض وفتح هذا المعرض وكانت له يعني زيارة إلى كان افتتح دشن هو المعرض. نعم، هو اللي دشن المعرض وكانت كلمته والرساله اللي بعتها البنوك. نعم. بنوك هو ان البنوك تكون، وانا نظن انا الرساله هذه وانا فهمت على كل حال بهذه الكيفيه، ان البنوك خصها تكون اكثر مرونه حتى ترافق مرافقه قويه لكل متعامل اقتصاديين من اجل تحقيق الاستثمار. الاستثمار المنتج. صحيح. الذي يسمح بخلق ثروه. الذي يسمح كذلك بخلق مناصب شغل والوصول الى التصدير. والوصول إلى التصدير. هل اليوم البنوك مستعدة لمواكبة هذا الزخم الهائل من المشاريع المطروحة اليوم على الساحة الوطنية؟ طبعاً البنوك اليوم مستعدة. هل تملكون الإمكانيات المالية سيد طبعاً كريم؟ طبعاً مهنتنا أننا نجد الأموال اللازمة اللي تسمح للبنوك من أجل تمويل الاقتصاد الوطني. هذه مهمتنا نحن، واليوم نقوم بها وسنستمر يعني بالقيام بها. وكل الإجراءات التي اتخذت في الشهور اللي فاتت كان هدفها هو تجنيد الأموال الوطنية. نعم، من أجل تمويل الاقتصاد الوطني. نعم، نتكلم سيد جمال جيدو متعامل اقتصادي ممثل شركة إيريس، نتكلم على السوق الإفريقية اليوم، وأنتم أظن أنكم متوجهين لهذا السوق، تصدروا منتجات الكهرومنزلية والإلكترونية للدول الإفريقية. لماذا هذه الوجهة؟ يعني هل انتظرتم حتى تتخذ القرارات أم أن وجهتكم لهذه البلدان كانت من قبل السيد قيدوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة الطيبة. لا شكرا على واجب سيدي. والله هي الوجهة عندها كما نقولوا تحفيزات. يعني باش نكونوا صراحة. نعم واضحين. نعم. احنا الحمد لله يعني شركة إيريس الآن يعني على المستوى الجزائري شركة اللي فرضت وجودها عبر منتوجات يعني الحمد لله اللي تمشي بمقاييس عالمية. الحمد لله دركا المستهلك الجزائري ولا عنده ثقافة الاستهلاك ولا يعرف يقيم المنتوج المليح من الغير النوعية والجودة. المعرض الدولي في الطبعة هذه 49 والله الطبعة تاع العام اللي فات لاحظنا كاين تغير كبير. نعم، وكما يقولوا المثل العربي يقول لك على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم. بوراترونات كاين موبيليزاسيون كبيرة تاع الحكومة الجزائرية اللي ما شفناهاش من قبل. يفو دير سكيوني. هذه كلمة الحق لازم نقولها. احنا كنا نرجع 10 سنين للور ما كناش نهضروا على التصدير وما كناش نهضروا على التحفيز للمنتوج الوطني. يعني 10 سنين بزاف، نرجعوا 5 سنين للور ما كناش نقدروا نهضروا على التصدير. لانه عندنا 10 سنين وحنا نشاركوا في التظاهرة 2006 حتى 2016 وحنا كل عام نشاركوا في المعرض الدولي للصافيكس. الان دوكا لاحظنا بلي كاين تغيير كبير في كيف نقولوا في لغه الحوار اللي راه يجي من طرف المسؤولين تاع الحكومه. الان يعني كي نشوفوا نديروا شويه تحليل نشوفوا باللي وزير الصناعه يتنقل عبر دي فورم مؤتمرات اقتصاديه
منتديات عالمية. منتديات عالمية في أقل من شهر ولا شهرين ينتقل حتى ست سبع بلدان، نفهموا باللي كاين حركية كبيرة وكاين حركية كبيرة اللي ما كانتش من قبل. هذه يعني صاريف لات كيلك شوز، ومستحيل باش تكون يعني هي نفس الوتيره اللي كانت ولا الوتيره اللي كنا نمشوا بها من قبل. حنا حسينا هذه الموبيليزاسيون. من جهه واحده اخرى لحقنا يعني كما نقولوا رسائل كبيره عبر يعني الحوار اللي قام به السيد الوزير الاول، عبر الحوار اللي قام به السيد وزير الصناعه ووزير التجاره، وين يعني تفضل انه وزير التجاره في المعرض معرض الصناعه اللي لا فور دو برودكسيون ناسيونال، نعم الانتاج الوطني في نعم. في ديسمبر الماضي 15 نعم. وزير التجاره قال لك ماذا بينا اون في ان كونفرسيون وين نروحوا من لاسبري ديمبورتاتور لاسبري اكسبورتاتور. حنا مشينا في هذا لا فيزيون، مشينا في هذه الرؤيه. والان يعني اليوم رانا في اليوم الثالث للمعرض الدولي، كي نقولوا اليوم الثالث نقدروا نقولوا يومين برك، لانه اليوم الاول كان لا جورني دينوغراسيون. اليوم الثاني احنا الان استقبلنا ثلاث شركات اجنبيه من بينهم زوج افريقيه واحده اوروبيه. هل الوجهه اليوم هي التصدير لهذه البلدان او شراكه لتطوير تكنولوجيا المنتوج؟ الوجهه لا جروند بريوريتي هي الاولويه الاولى هي للتصدير. نعم استقبلنا شركه تونسيه والحمد لله ولا كونكلي معهم. استقبلنا شركه ليبيه راهي يعني سور لا فوا دو فيناليزاسيون. واستقبلنا شركه ايطاليه اللي يعني راهي متحفزه كثير انه يعني تستعمل المنتوج تاعنا عبر يعني عندها هي سوق كبيره سواء في افريقيا ولا في بلدان اخرى. تصدر المنتوج الجزائري الحمد لله. دونك حنا ماشيين في هذا لا فيزيون لانه نظن باللي هذه الطريقه هي الطريقه الوحيده اللي راح تحمي الانتاج الاقتصاد الوطني وراح تمشي به يعني من اون فاباسي ان دوزيام فيتاس. ما نسالكش على القيمه اللي راكو تصدروها لافريقيا، لكن هل هي قيمه معتبره يعني من يعني ان شاء الله لو مونطون اكزاكت بريفوا كيما نقولوا اون فالور اكسبونونسيال راح يسمى راح تتطور اوفيرا مزيور. نعم ربما تكون محتشمه مع الاول مما كيما يقول لك تتطور على حسب هي كي ذوق البنا برك تاع البرودوي راح من بعد راح للسويت. وفيه طلبات سيد غيدون، فيه طلبات كبيره. نعم سيد كمال رزيق خبيرنا الاقتصادي، نتكلم قليلا عن خطابات الحكومه المتعلقه بالجانب الاقتصادي، صراحه غير معهوده في خطاب الوزير الاول عبد الملك سلال، في خطاب بعض الوزراء وزراء الحكومة، خطاب وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، خطاب وزير التجارة بختي بالعيب، خطاب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي فيما يتعلق أتكلم عن الجانب الاقتصادي. لم نعهد هذا النوع من الخطابات سيد يعني، وعلى وقبلهم جميعا يخرج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ويقول يجب أن نصارح الشعب الجزائري بالوضعية المالية الصعبة الموجودة عليها الجزائر اليوم، ويجب التصدي لهذه الأزمة. الحكومة اليوم في سباق مع الساعة، كيف تقرؤون اليوم هذه الخطابات يعني خاصة خطابات الوزير الأول السيد عبد الملك سلال، يعني خطابات صريحة جدا وقريبة جدا من المواطن. تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك على الاستضافة. لا شكرا. أنني جد سعيد أنني متواجد مع هذه الكوكبة من متعاملين من إطارات من اقتصاديين وغير ذلك. أكيد الآن أقول لك بكل صراحة بأن الأمور تغيرت تماما، يعني الحكومة من ابتداء من 2014 و2015 خاصة أصبحت الآن الحكومة تتخذ إجراءات جريئة كما أشار الزملاء، لم نكن نحدها من قبل ولم نكن نراها من قبل. وبالتالي فتعليمات فخامة رئيس الجمهورية إلى الطاقم الحكومي أنه يكون صريح مع الشعب، وبالتالي عندما الشعب تقول له الصراحة ثم تتخذ الإجراءات اللازمة. لا يخفى عليك بأن رئيس الحكومة الآن يخوض معركة من زاويتين. الزاوية الأولى هي كيف إدارة الدولة بالحكم من خلال توفير متطلبات الحياة بنفس المستوى المعيشي الذي كان يعيش به المواطن في 2014 و2015،
وبالتالي نشوف إلى حد الآن المعركة التي يخوضها رئيس الحكومة مع طاقمه قد وفق فيها إلى حد كبير، لأن ظروف المعيشية للمواطن، المستوى المعيشي محافظ عليه، باعتبار أن الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية من خلال موازنتها وبقرار من فخامة رئيس الجمهورية أن تبقى دولة ذات طابع اجتماعي. نعم. وخير دليل القانون المالي 2016 1600 مليار دينار موجه للشبكة الاجتماعية، يعني لهذه الشبكة الاجتماعية. وخير دليل أن نرى أن السكنات الاجتماعية وسكنات عدل وغير ذلك موجودة في كل المدن. وخير دليل نرى كثير من إنجازات، يعني وراهم يوزعوا فيها كما موجودة. كان منتظرا هذه الأيام توزع سكنات يعني عدل على المستفيدين. المعركة لحد الآن الحكومة تتحكم فيها على المدى القصير المتوسط لسنتين ثلاثة إلى أربعة. الزاوية الثانية، المعركة الثانية، هي كيف ننتقل من اقتصاد قائم على منتوج واحد ريعي إلى اقتصاد متنوع، لأن المواطن لازم يشوف اللي فيه معركة خفية تقوم بها الحكومة، وأطراف هذه المعركة على رأسهم وزير الصناعة اللي كما أشار الأخ الكريم يعني تنقل لعدة دول. وخير دليل يعني لم نرها من قبل أن في بضعة أشهر استطعنا أن نقوم بمنتديات مع الروس، مع الأمريكان، مع فرنسا، مع الإيطاليين، مع الإيرانيين، مع القطريين، مع السعوديين، في أوروبا أيضا، في أوروبا وما حتى الإيطاليين، النمساويين، في الدول العربية، دبي، أبو ظبي، وكثير من الدول العربية. وهذا دليل بأن فيه ديناميكية جديدة، لأن الانتقال من اقتصاد قائم على منتوج معين إلى اقتصاد متنوع يتطلب أن نفتح الآفاق ويتطلب أن ننوع، لأن قبل الحديث، لذلك تلاحظوا بأن الحكومة أرجأت التصريح على النمط الاقتصادي الجديد. نعم. بعد ما تناول هذه المعارك وتفتح لها الأفق وتأخذ الشراكات مع هذه الدول، وربما حتى تحضير الرأي العام، يعني تحضير المواطن اليوم اللي كان عايش لسنوات عديدة في بحبوحة وإمكانيات مالية كبيرة، يعني سيد أكيد تحضير بزيك. المواطن وفي نفس الوقت تحضير المستثمر، لأن لو ترجع للوراء المستثمرين الجزائريين ما كانش عندهم العقلية اللي هو يتكلم بها المستثمر الحالي. يعني الآن عندما نسمع يتكلم بهذا المنطق أنا أكون جد سعيد كاقتصادي. لماذا؟ لأن سابقا المستثمر راس ليمير يقول لك انا لي زامبو وتابعيني وكذا، انا نجبد الاطراف وكذا. الان بالعكس، يعني انا صراحه اليوم كي تجولت في المعرض واشكر الاخوه لان داروا نص نص، ضاري عدد الشركات الاجنبيه اكثر من الشركات الجزائريه. نعم. الان راهم نص نص ان شاء الله العام الجاي نغلبوهم نطلعوا اكثر، وهي يعني فيه منتوجات يعني اقل ما يقال عليها فهي رائعه جدا وتستوفي جميع من الشروط. صحيح. وعندهم هذه الجراه الان المستثمر الجزائري المقاول الجزائري يتكلم على التصدير. يعني وش حب يقول؟ وهذه اللي نطالبينها، يعني الآن نحبذ من كل مستثمر اللي يجي عندنا أجنبي أن الحكومة تجبره على الأقل 50-20-30% من منتوجه يتم تصديره، هكذا باش على الأقل نحقق العملة صعبة ونحمي العملة صعبة اللي تجي من البترول تبقى هنا ما تخرج. وبالتالي هذه الديناميكية الجديدة هي معركة ثانية. إلى حد الآن نقول لك أنا شاركت في عدة منتديات قاموا بها عدة باترونات، الآن في تفاؤل كبير واللونغاج تاعهم تغير تماما ويتكلموا على لغة التفاؤل. ولذلك يجب على المستثمر ويجب على الاقتصادي ويجب على الرجل السياسي أن يتكلم مفهوم باش يخلي الشعب يعيش الأمل. ونقول لك بكل صراحة، يعني لا نفاقا ولا هم يحزنون، الآن في ديناميكية، أكيد في صعوبات، أكيد في مشاكل، أكيد في يعني علاقين. يعني الوزير الأول عبد الملك سلال من تيزي وزو يعني بداية الأسبوع كان يقول بلي الوضعية المالية صعبة، الوضعية الاقتصادية صعبة وصعبة جدا، يجب التصدي إليها. وهذا يعني والأخت الكريمة، التغيير يتم الاعتراف، اعترفنا بلي الوضع صعب وبالتالي تتخذ إجراءات صعبة. إلى حد الآن نقول لك لحد الآن، شوفي الآن يعني بكل صراحة، لو الآن ننجي نوايا الاستثمار في الجزائر، الآن في بكري كانت دولة واحدة هي تتحكم فينا، يجو ولا ما يجوش، كل اللي رانا نستناو في الهلال تاع رمضان يطل ولا ما يطلش. الآن في عدة دول راهم هما يجوا، البريطانيين، الألمانيين، الروس، الأمريكان، أخوتنا العرب، الأفارقة. لذلك فأعتقد بأن الأمور
الامور تغيرت، لذلك الان في تسابق على الولوج الى الاقتصاد الجزائري، الاستثمار الجزائري. الناس راهي تتصور بان الحكومه عندها عصا سيدنا سليمان، عصا سيدنا موسى، يعني الامور تتغير شيء. الاستراتيجيه لا تبنى هكذا، الاستراتيجيه تبنى لمده 5 سنوات، ولازم ننتظر، لان قلت ونعاودها، المعركه عندها معركتين. المعركه الاولى لحد الان رغم الصعاب رغم المشاكل راهي فايزه بها، لان نخرج للواقع بكل صراحه، يعني كل مواد الغذائيه موجوده، المشاريع تمشي، مناصب العمل في غالبيتها محافظ عليها، الان انشاء المؤسسات الصغيره موجوده، تمويلات هذه المشاريع موجوده. اذا المعركه المدى القصير الحكومه راهي فايزه فيها الى حد ما. الان المعركه الحقيقيه واللي لابد ان احنا ننتظروا، ولذلك قلت لك ان هذه هنا كانت فيه استراتيجيه، الحكومه لم تريد ان تتكلم على النموذج الاقتصادي الجديد، راه جاي السيد حتى تشوف تيرا، حتى تشوف المتعاملين، عندما دات لا بروسبكسيون، عندما دات كل هذه المعلومات سوف تقدمنا هذا النموذج. واعتقد بان الان باش تنجح هذه، وباش نقول لك النموذج ينجح، عندما تشوف المستثمرين هما اللي يفدوا اللواء وهما راهم عنده هذا الامل، انا نقول لك تاكدي فسوف يكون نعم. هناك تغيير. السيد مصطفى زبدي رئيس منظمه حمايه وارشاد المستهلك يقول: السيد رزيق، استطعنا أن نقنع المستثمرين وأنهم يلجؤون إلى نمط آخر من تسيير مؤسساتهم، الإنتاج والتصدير إلى الخارج، وتسهيل أيضا الإجراءات سنعود إليها بعد قليل. كيف يمكن اليوم إقناع الرأي العام بأن هناك نمط اقتصادي جديد يجب أن نتأقلم معه اليوم، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية كما تصرح به الحكومة تبقى كما هي، يعني لا نمس لا بقطاع التربية ولا بقطاع السكن ولا بقطاع الصحة المجانية. كيف ترون اليوم، وأنك يعني أنت في اتصال مباشر مع المستهلك الجزائري؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. لا شكرا على الحضور وهذه الوجوه الطيبة. نعتقد أن المستهلك الجزائري تفطن لوضعية اقتصادية حرجة. أعتقد أنه لا يختلف اثنان، يعني الناس متتبعين ومستهلكين يدركون أننا في مرحلة حرجة، وأننا في نمط اقتصادي متغير. وحتى هذا الأمر هذا، يعني أين هو الجزائر الذي لم يناقش قانون المالية 2016؟ يعني حتى لو ما كانش في حوارات اقتصادية. والدليل على ذلك أنه متتبعي هذه الحصة يعني أراه يزداد، يعني حسب ما لاحظناه. لا، لأنه هنالك تحديات اقتصادية. صح. هذه التحديات الاقتصادية ما كانتش من قبل، نقولوها في وقت البحث بوحة ما كناش يعني نتحدث في مثل هذا الأمر. إذا أعتقد أنه كثير من المتتبعين المستهلكين يعني يظنون أو راهم مؤمنين بأنه هنالك مرحلة عندها خصوصية لابد من التأقلم فيها. مرحلة يعني أنه العملة صعبة راهي تدخل البنوك تاعنا، هذه مرحلة انتهت ولا بد من موارد واحده اخرى. صحيح انه المتعامل الاقتصادي، هل يمكن اشراك المواطن اليوم في هذه العمليه؟ نقول لك حاجه، المواطن يمكن اشراكه ولكن بالمصارحه. المواطن الجزائري هذا واش كنت نقول له، انه الوزير الاول يعني كان اكثر من صريح، يعني يتكلم بكل عفويه وبكل هذا هو الراي والراي المخالف. والمواطن الجزائري فيه يعني الذكاء والحنكة، حتى لو كان ما عندوش مستوى تعليمي، تلقى ذلك رب الأسرة، هو مدرك لبعض الوقائع، مدرك للصعوبة. يعني انعكاس ما يحدث على المستوى المعيشي للمواطن، المستوى المعيشي، على القدرة الشرائية، على وفرة المنتوجات. شكون درك الآن ما على بالوش بأن هنالك أزمات تاع سيارات جديدة؟ الناس كاع راهي عايشتها يعني. ولكن لما يبحثوا ويسألوا يعرفوا بأن استيراد السيارات نقص، لأنه العملة اللي كنا نديروا فيها يعني في هذه السيارات راهي كانت 6-7 ملايين، ويتم تعويضها الآن بمصانع للتركيب، إلى ولو أنه بين قوسين تبدأ كمصانع للتركيب. هنالك يعني تقبل نوعا ما، بصح دائما المستهلك الجزائري يريد البدائل، يقول لك صح راني في بحبوح مثلا، راني في أزمة اقتصادية. يعني فيما يتعلق بملف السيارات سيد زبدي، كانت الجزائر تستهلك ما قيمته 4 ملايير دولار، يعني أكثر سنوية. 6 إلى 7 يعني، وهذا رقم رقم رهيب جدا يعني. وكنا يعني من المنظمات التي طالبت يعني بعقلنة هذا الأمر، بصح بدون
بدون المساس بحاجيات المستهلك، وبين قوسين احنا كنا من الاوائل الذين طالبوا باستيراد سيارات اقل من 3 سنوات حتى يعني نحفظ يعني العمله الصعبه تاع الخزينه العموميه في انتظار يعني تكون عندنا توجه الى وحدات تركيبيه هنا بالجزائر. وحدات تركيبيه نعم. ولكن هذه الوحدات وتفادي الاستيراد يعني حتى لو بارك الجيريان راه يعني النمط الاقتصادي تاعنا راه في تغير. ولكن انا ما اريد يعني ان انبه اليه نعم. يعني المتعامل الاقتصادي بالفعل عنده نظره يعني اقتصاديه بحته، ومهما كان يريد ان يوسع في شبكه التوزيع تاعو. وانا نقول لك يعني بكل صراحه يعني ما عندناش مفر من غير افريقيا. يعني دوك الان المتعامل الاقتصادي باش يشوف الى الشمال غير ينسى بصريح يعني العباره. يعني حتى السوق الافريقيه هي سوق يعني سوق نعم بطبيعه الحال. فرق مثلا المنتوجات الجزائريه هي منتوجات شحال النهضه الاقتصاديه اللي رانا نشوفوها، وحتى يعني وقع هنالك تفطن انه لابد من تنويع في الصادرات تاعنا. ما عندناش بزاف نقولوها بصريح العباره، كي كانت الدراهم يدخلوا كنا لاباس علينا، والان اصبحت يعني النظره الاقتصاديه متغيره. انا واش حبيت نقول؟ نقول انه المتعامل الاقتصادي هذا اللي راه يتوجه الى افريقيا ولا حتى الى المشرق العربي لابد ان يعرف بان المنتوج تاعو تطور واصبح ذو جوده بالمستهلك الجزائري. لابد ان لا ينكر يعني خير المستهلك الجزائري، هذه واحدة. ثانيا صحيح أنه لما نروح إلى السوق الخارجي سوف نربح يعني عملة صعبة لبلادنا، ولكن ما لاحظته للأسف الشديد أنه هنالك بعض المتعاملين أراهم فتحين يعني أبواب التصدير دون أن تكون عنده مكانة في السوق الجزائري. يعني لما نشوفوا انه هنالك منافسه ورانا في سوق دولي يعني السيد زبدي المصدر مش شرط انه يكون منتج، يعني يقدر يصدر بدون ان يكون منتج، يعني يقدر يشري سلعه جزائريه ويصدرها. لا بطبيعه الحال لا نهضروا على العلامات، لا نهضروا على العلامات الجزائريه مثلا. لابد لانه حسب رايي لانه لما نروح الى السوق الخارجي ونجلب عمله شيء جميل، وايضا لما نقنع المستهلك الجزائري لانه هنالك علامات رانا في جو منافسه، هنالك علامات جزائريه وعلامات ايضا اجنبيه مستورده. لما نقنع المستهلك الجزائري انه يستهلك المنتوج الجزائري سوف ايضا اساهم في الاقتصاد الوطني من خلال يعني الانقاص من خروج العمله الصعبه، لانه المنتوجات الاجنبيه اللي رانا نجروها درك هي منتوجات نقتنيها بالعمله الصعبه. هنا يجب اشراك الجميع حتى المواطن، يعني حتى المستهلك عنده مسؤوليته في هذا السيد. المسؤوليه نعم. المسؤوليه تجي من خلال وعي المستهلك، وهنالك يعني المتعامل الاقتصادي، ونقولها وقلتها شحال من مره ما نعيب على المتعامل الاقتصادي الجزائري انه لا يتوجه بما فيه الكفايه الى الترويج الى المستهلك الجزائري. نشوفوا احيانا الترويج ينحصر في مراحل معينه من السنه. الان رانا مقبلون على شهر رمضان، لو بدا الترويج تاع العصير وتاع الفروماج وتاع القاطو وتاع الفروع يعني مناسباتي. وللاسف الشديد لما نعرفوا بانه كثير من المتعاملين الاقتصاديين العالميين عندهم 40% من الميزانيه تاعهم في الترويج دونك مثلا نحكم اي متعامل اقتصادي يقولوا شحال راك دير نتاع الترويج تاعك يعني فوالا الترويج بطبيعة الحال ترويج لي. وبالتالي صح سي فري كو التصدير امر مهم، ولكن يبقى السوق الجزائري سوق جد مهم، والارجاع خير المستهلك الجزائري على الاقل تكون بعض المبادرات التجاريه من طرف هؤلاء الاعوان يعني من طرف هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين تجاه المستهلك الجزائري الذي ساهم بشكل او باخر في تنميه ذلك المنتوج وفي تطويره. نعم سيد عموري العروسي متعامل اقتصادي حاضر معنا من ولايه بسكره له عديد الاستثمارات، وكنت حضرت معي السيد عموري قبل انعقاد ثلاثية ولاية بسكرة. ما هو الجديد الذي تحصلت عليه الولاية، يعني تحصلت عليه استثمارات الولاية بعد لقاء الثلاثية الذي انعقد بولاية بسكرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نشكرك على الاستضافة. لا شكر على وجهك سيدي. الميكرو سيدي. نشكرك على الاستضافة ونرحب بالإخوة الكرام. في الحقيقة الحصة هذه عندها مصداقية كبيرة. شكرا. على خاطر تتميز يعني بالصراحة ولازم تكون لغة الصراحة. نعم وهذا هو طابع البرنامج السيد العروسي. بارك الله فيك. شكرا. أنا قبل يعني ما جاوب على السؤال تاعك حبيت نعلق تعليق صغير. تفضل. على التدخل نتاع يعني السيد الألماس. تفضل. بارك الله فيك.
هو يقول أكل معرض أكل وطني راهو يعني راهو مجعول على جال سيتادير باش نديرو كليزام بورطاسيون كما قال السيد الوزير الأول بنتيزي وزو أنها الجزائر راهي تمر مرحلة صعبة شوية من ناحية العملة الصعبة. أنا حبيت نذكرك بحاجة باللي الدولة الجزائرية الآن راهي تقنن في الاستيراد باش تدير عملية امبورتاسيون يعني لازم تدي اوتوريزاسيون لازم تدير طلب ولازم يوافقوا لك على الشيء دقيقة بقى. الميكرو نعم تكلم بالميكرو تقنين ترخيص لثلث منتوجات المعرض فيه 450 مؤسسة نعم. ولا كل مؤسسة دير منتوج برك عندنا 450 منتوج أنا حبيت وأنا راني أني طرحت الإشكالية باش نسير في تاريخ الخطة تاع الحكومة الحكومة قد تقلص لك كل حرية في ذلك الحكومة قد تقلص وأنا قلت أقلم تقنيات الترويج ونأقلم المعارض من أجل باش نمشيو معاه الخطة الحكومة نعم تفضل السيد العرب أنا حبيت نفهمك باللي قبل باللي حنايا كنا نستوردو لا بيس دو روشانج نستوردو لي زيكيبون نستوردو يعني لا ماتيير بريمير ما نديوش اوتوريزاسيون نحوسو نستوردو نجيبو فاكتير بورفورما ونروحو نستوردو فوضى الآن فوضى يعني فوالا الآن باش تستورد لازم تدي اوتوريزاسيون يعني هذا الجواب تاعي واللي حبيت نعلق نعم تفضل لك الحرية في ذلك ولكن أنا نتكلم لك بلغة الأرقام يعني ما نبقاوش في هذا الملف نمروا الملف آخر إذا نتكلم لك في لغة الأرقام قلت لي الحكومة يترخص وأناني معك وأناني نشاطر الحكومة باش ترخص ولكن لما نشوف العجز المالي لأربعة أشهر تاع 2016 عندنا عجز مالي بسبع ملايير أكثر من سبع ملايير دولار وراه تقليص وراه ترخيص وراه تقليل فهمتني دونك انا واش نقول انا نقول ما نتكلمش باش نتكلموا انا نحب الملموس يريد فقط الملموس انا من اجل الدفع ماشي نعم. من اجل الدفع الى الامام فقط نعم تفضل سي العروسي انا راني قلت الحصه هذه حصه تاع صراحه نعم والانسان لازم الشيء اللي يامن به لازم يقوله تفضل لك الحريه في ذلك نعم بارك الله فيك حبيت نزيد نعلق شويه على البروفيسور باش تجاوبني اذا باش تجاوبني على السؤال السيد العروسي نعم تفضل بختيب باش ما نطولوش كل البروفيسور راه كان يقول ان الجزائر راهي يعني وكان متفائل كثير على خاطر هو ماهوش في الميدان خاطر هو استاذ اكاديمي معناها راهو في الجامعه ماهوش شايف واش راهو صاري في التيران كون جا شايف واش راهو صاري في التيران يعني ما كانش يتكلم بهذا ما كانش يكون متفائل للدرجه هذه تفضل نعم بشيرو ولا لا بارك الله فيك نعم كل واحد يتكلم تفضل طرحت لك سؤال السيد العروسي لانه كثير من المتعاملين الاقتصاديين يعانون من مشكل بيروقراطيه الاداره وهذا هو سؤالي اليوم بعد لقاء بسكرا هل رفعت نوعا ما وليس فقط لقاء بسكرا وبعد عديد خرجات الوزير الاول وحتى وزير الداخليه والوزراء المعنيين هل تقلصت نوعا ما البيروقراطية على المستوى المحلي؟ والله يا في الحقيقة بكل صراحة يا بعض الولايات على سبيل المثال ولاية بسكرة يعني كاين مسايرة كبيرة للمستثمرين والإنسان كي يحوس يستثمر يوجد كل التساهلات ولاية بيتنا أيضا هذا مش رأي كل مستثمري ولاية بسكرة يعني كيفاش؟ هذا مش رأي كل مستثمري ولاية بسكرة أنا هناك نحكي من أنا نحكي كمستثمر نعم تفضل أنا يعني والمشاكل اللي لأنه عندي. هناك مستثمرين فاتوا من هذا البلاطو وإن كان عندهم مشاكل وحلت عن طريق الوزير الأول عبد الملك سلال يعني ممكن نعم تفضل ممكن انا نحكي يعني ولايه بسكرة تفضل لك الحريه في ذلك تفضل كاينه حاجه اخرى ثلاثيه كي انعقدت يعني في بسكرة ما انعقدش ثلاثيه هكاك على خاطر نعم. بسكرة كانت قطب نعم. صناعي وصناعي نعم. ويعني وفلاحي وهذا الشيء هذا زاد كي انعقدت الثلاثيه يعني الاداره بكل صراحه تجندت لدفع
الاستثمار نحو الأمام، وحتى المستثمرين يعني يزيدوا جندوا وباش يزيدوا كيرفعوا من مكانة هذه الولاية. نعطيك مثال صغير. نعم تفضل. احنا رانا نستثمروا في ميدان الإسمنت. نعم. البسكرية سيمون. ان شاء الله الأسبوع هذا ندخلوا في الإنتاج في الخط الأول اللي هو 1,000,000 طن. ان شاء الله. هكذا تخفوا مشكل الإسمنت يعني على ان شاء الله. وعدنا حوالي 6 أشهر قبل ما يدخل الخط الأول في الإنتاج. انطلقنا في إنجاز خطين، الخط ب 2,000,000 طن معناها 4,000,000 طن. الكومبلكس راه يدير حوالي 5,000,000 طن كلانكر. يعني الخطان الجديدان ان شاء الله في 2018 يخشوا في الانتاج. نرجع لك الخط الاول والبيروقراطيه. سيتادير بور فابريكي لو سيمون لازمك عده مواد. الماده الاولى لو كلانكير حوالي 75%. ماده الارجيل حوالي 25%. ما هو المشكل؟ والله هذا من المواد يعني متوفرين في يعني في ولايه بسكرة. عندنا ماده الرمل نتاع الكثبان لو سيليس هذاك 1% موجود في ولايه واد سوف. اتصلنا بالسيد الوالي تاع ولايه واد سوف وفي الحقيقه وتفاجئنا بالرد تاعو، يقول لك انتم راكم مستثمرين في ولايه اجنبيه على ولايه واد سوف. هل هناك اتفاقيات بين الولايات يعني في هذا المجال سيد العروسي؟ ما نظنش كاين اتفاقيات. وفي الحقيقه احنا رانا مواطنين. كما نحكي لك كما الحديد نجيبوا فيه من ونزه يعني من تبسة. اذا الاستثمارات مفتوحه يعني في كل ولايات. المواد الاوليه راهي مفتوحه لكل المواطنين، يروح يخلص ويدير لا دومون تاعو ويدي الماده هذيك باش يصنعها. نعم. ورا انت تسمعي باللي راك مستثمر في ماده اجنبيه ولايه اجنبيه باش تهز عليه من الرمل اللي راهو معناها الفلايح كامل معناها ردمها والطرق ردمها وما نش عارف يعني وزاد دار من مضار. احنا راح نفكهم. يقول لك كون جيت استثمرت في الولايه تاعي على جال 1% تاع سيليس. يعني ربما يريد تحفيزكم انك تستثمر في الولايه اونوتر يونيتي السيد ان شاء الله. ان شاء الله ولماذا لا يعني. نعم. فيما يتعلق سيد علوان بالبيروقراطيه على المستوى المحلي، ما هو الحل اليوم يعني؟ هل يجب تغيير كل المسؤولين لتفادي هذه البيروقراطية أو الأخت وردة هي بطبيعة الحال باختصار لأنه باختصار بطبيعة الحال ربما الأخ حتى المشاهد ما يستغربش، ربما الوالي هذا ظن باللي بسكرة موجودة في تونس ولا قال لك في ولاية أجنبية مش عارف أنا، ولكن دائما نرجع إلى الذهنيات الجزائريين. هل هذا الوالي أو الإدارة الجزائرية ترافق هذا المستثمر اللي في نهاية المطاف هو جزائري الأصل؟ يعني هذا الجزائري اللي راهو تعب وربما العمر تاعو راهو قضاه كامل في هذه المشاريع، واش راح بقى له يزيد يعيش؟ راح يديه معاه؟ راح يخليه في الجزائر؟ إذا يجب علينا كجزائريين كإدارة جزائرية تكون الصرامة لما هذا الحصة تاعك المستثمر هذا يتكلم بهذه الصراحة على هذا الوالي. لازم تكون إجراءات وتكون متابعة وتكون فتح ملف وتكون كذا، ومن ثم تصبح سياسة الردع من الوزير الأول من السلطات العليا. لهذا الإدارة الجزائرية هي معروفة أنها إدارة يعني ثقيلة شوية، فيها عراقيل، فيها بيروقراطية، فيها كذا. مازال ما وصلناش إلى ثقافة، أنا قلت لك مقبلة. أدم سميث كان كتب كتاب في سماه ثروة الأمم ريشاز دي ناسيون، وين قال لي سي باسي لي سي فار. لازم نتكلم ولازم نقتنع بهذا المبدأ. دعه يمر، خلي الناس تخدم، افتح الباب. وهذا ما دعت إليه المنظمة الكبيرة اللي هي صندوق النقد الدولي. يقول يجب أنك تدعيم وتشجيع الاستثمار. ما معنى تشجيع الاستثمار؟ خلق الثروة، خلق القيمة المضافة. ما تخلقش القيمة المضافة الأخت وردة إذا كان الوالي معرق الديبروجي. وأنا جست مرة هنا معك في بلاطو وكان مستثمر في ولاية بسكرة بالذات، يقول من 2004 البروجي تاعي قاعد متوقف. لكن هنا لاحظ سيد علوان أنه هناك اختلاف بين مستثمر ومستثمر.
مستثمر. يعني هناك مستثمر يقول لك هذا الوالي مليح لانه يسهل له ليه، واخر اللي ما يسهلوش ليه يقول لك هذا الدليل ان هذا الدليل كبير ان الاداره الجزائريه اليوم متميزه وموصفينها الناس بانها وهذا مش حال السيدة علوان، هذا مش حال المستثمرين فقط، هذا حالنا جميعا. يعني حتى لما الجزائري لما يروح حتى يروح للبلديه يخرج ورقه يقول لك نلقى صعوبات، فما بالك انه الانسان يستثمر راس مال كبير، كل الناس ربما عيونهم في هذا راس المال. اذا يجب علينا اننا نفكروا بمنطق معقول، منطق اقتصادي، ان الجزائر اليوم انتهى الامر خلاص، خليوا الناس يخدموا. نعم. البيروقراطيه فقط ليست على مستوى البلدي، على المستوى الجماعات المحليه، البيروقراطيه هنا على مستوى الادارات. مثلا هناك مستثمرين يشتكون من الضرائب، من الجمارك، من تمويل. وهنا معنا سي كريم فيما يتعلق بالبنوك، وكان جاوبنا أنه مستعدين لتمويل المشاريع الاستثمارية. البنوك إذا بغينا نتكلم على البنوك، أنا ربما نسقسي السيد المدير العام ونقول له وين وصلت، وين وصل الجهاز المالي تاعنا في عصرنة الجهاز المالي، في عصرنة الجهاز وين رانا من بازل 2، وين رانا من بازل 3، أسكي وصلنا إلى المعايير الدولية ومعايير لجنة بازل اللي هي وضعت بعض المعايير. إذن حتى هذا القطاع اللي هو حتى ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر المال، المال والبنون، معناتها المال هو عصب الحياة. إذا كان هذا الجهاز مستعد أنه يفتح أبوابه بكل شفافية، بطبيعة الحال الجزائر قادرة، لأنها راهي تعمل 5 مرات بالدولة الفرنسوية، هي منطقة جغرافية في إفريقيا. طرح الانشغالات سيد جمال قدوم على مستوى البرنامج، برنامج الحوار الاقتصادي، هل تجدون صدى يعني بعد مروركم بالبلاتو فيما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها المستثمر؟ والله يعني باش الإنسان كما قال الأخ سي العروسي يكون صريح، وهذا برنامج صراحة. نعم تفضل. الجزائر ماشي بلاد يعني كما نقولوا كاملة، يعني الكمالية إلا لله. الكمال إلا لله. صح، كاين الإنسان كلمة الحق لازم يقولها. تفضل. كاين سيرتين رياكتيفيتي، دوكا رانا نكتبوا عندنا اون ريكلاماسيون، عندنا سوسي نكتبوا يعني دونز ان لابس دو طون بلوز او موا اكسبتابل نلقاو رد. نعم. سواء يعني رد ايجابي ولا رد سلبي، مي كاين ان سيرتين رياكتيفيتي. وكاين حاجه واحده اخرى للانسان لازم الحق لازم الانسان يقولها، هو انه لوريونتاسيون دوكا النظره المحليه اللي راهي كاينه درك، هي انه راحه في اطار تشجيع المنتوج المحلي الجزائري، المستثمر الجزائري. دوكا حنا كي نشوفوا حنا نتاجوا لبعض المسؤولين بار اكزومبل، انا ناخذ حنا رانا في ولايه سطيف، الولايه تاع سطيف والوالي تاع سطيف اتومو دق الباب يستقبلك في اي وقت. لاحظنا باللي كاين رياكتيفيتي، لاحظنا باللي كاين مسايره، لاحظنا باللي كاين حتى انهم هما يقولوا لنا يشاورونا في بعض الامور، من بينها يعني ليكستونسيون تاع لا زون اندستريال. قال لي ولدي رانا حابين نديروا ان اكستونسيون في هذه البلاصه، واش رايكم اكسيتيرا، حابين نزيدوا مشاريع من هذا النوع. دونك لهنا كاين ديجا حوار اللي بكري ما كانش اكزيستي. صحيح. حنا الحمد لله من جهتنا ربما يعني وعلى مستوى مثلا الادارات الاخرى، يعني على مش على المستوى الجماعات المحليه، على مستوى الضرائب، على مستوى الجمارك، هل تقلصت شويه البيروقراطيه على المستوى هذه نوعا ما البيروقراطيه كما نقولوا على مستوى الضرائب رايح على الجميع، يعني ما رايش يعني على 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 الاكتيفيتي الالكترونيك الكتروميناجي. لا اتكلم على البيروقراطيه، ليس على ما يجب دفعه. يعني البيروقراطيه هي نظن انا بلي التحول يعني من مرحله لمرحله، يا كيما نقولوا كاين تطور في التحول هذاك. يعني ما نشرح ننتقلوا من مرحله الف لمرحله باء برمشة عين. كاين تحول، وراح يكون حنا نتمنوا ان شاء الله انه هذا التحول يكون يشاركوا فيه كل فاكتور، كل زاكتور لاكتيفيتي ايكونوميك، سافوار كو سوا لي جون اللي راهم في الضرائب، ولا لي جون اللي راهم في الادوان، ولا لي جون اللي راهم في الاداره، يعني في الصناعه ولا في الاخر. حنا المره الاخرى لما جزنا في البلاطو عندك يعني لاحظنا بلي كاين ديجا كيما نقولوا رياكتيفيتي، ومراها كانت اداره الجمارك دارونا دعوه وعرضونا على اساس انه يسمى نشاركوا معاهم في اطار سكون ابل
la valeur fourchette de certains produits puisque حنا ديجا رانا on maîtrise parfaitement bien tout ce qui relève de l'activité électronique électroménager donc عرضونا وحضرنا حضر المدير العام تاعنا وشارك ومد رايو والراي تاعو كان ماخوذ بعين الاعتبار دونك لهنا كاين اذان صاغيه وكاين ناس راهي تعمل على اساس انه نطوروا مع بعض الاقتصاد الوطني. نعم تفضل السي زيتوني عندك اضافه فيما في هذه النقطه. فيما يخص قضيه رفع يعني الحواجز كاين في الجزائر كاين خطابين يعني على اساس كملاحظ كمواطن جزائري خطاب اسود وما كاين والو ما دار والو سلبي 100% وكاين خطاب واقعي اللي موجود اللي متكلم عليه الاخوان. لا انا ما تكلمتش على سيره الماس لا تكلمت على كيف فيه نوعين من الخطاب كاين خطاب تاع معارضه اللي يقول بلي كل الميكرو الميكرو تكلم على وين حصرتني انا ما تكلمش على النوع الواقعي لان الدول لان الاول هو سلبي الثاني هو خطاب واقعي فيه نقله نوعيه من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج اقتصاد مصنع وهذا فيه مشاكله فيه خلفياته فيه يعني التحول الذهني اللي هو العائق الأساسي عند أنا نقول فقط كملاحظة في هذا الخطاب العقلاني الحكومة حاليا بكري كنا نقوله ما فيش إرادة سياسية أعتمد على الباريل ونعتمد على الجماعة أمبور أمبور صحيح حاليا الحكومة رئيس الجمهورية يقول بلي فيه وضع اقتصادي صعب صعب الوزير الأول يجيب كل الطاقم الحكومي تاعه يلا يا جماعة نجريه ونمشيه انتقلنا من الدبلوماسية السياسية حاليا على عن وزارة الخارجية إلى دبلوماسية اقتصادية صحيح. وزير التجارة وزير الصناعة خاصة كل يوم نلقاوها في فورم وبالتالي رأنا الحكومة فيه إرادة سياسية حقيقية وش بقالنا فيه عراقيل تاع القوانين في عراقيل تاع الذهنيات في عراقيل تاع البيروقراطيه في عراقيل متعدده كيفاش نتجاوزها هنا واش كاين المؤسسه تخمم وتنتج البنك يمول هذه المؤسسه وحنا نجيو للترويج فقط نرجع للاخ للمص هنا في النقطه هذه باختصار الترويج كيفاش يكون يكون عن طريق عده امور تكلم عليها السيد رئيس لجنه المستهلكين يكون عن طريق اولا المؤسسه الحاليه للاسف تاعنا ما يروجوش لمنتوجهم مشكل الماركتين ندعو كل الجزائر معرض الجزائر الدولي باش يجوا للجزائر تلقى 400 شركه فقط اللي تجاوبك اوركو عندنا الالاف من الشركات اللي راهم في الجي بي في البليتو في الشركات الكبرى اللي خلصوا ضرائب في الشركات الكبرى وما يشاركوش باش يروجوا المنتوج تاعهم اذا هذو مازلت عندهم عقليه يعني حتى على مستوى وسائل الاعلام يعني الاشهار على مستوى المعرض هنا نجد نقول حاجه للاخ الأخ الإخوان اللي قال بأنه فيه 400 شركة وإن شاء الله تتقلص العام الجاي خلينا نذكر فقط كل الشركات اللي كتجي الجزائر في المعرض الدولي هي شركات تجي الجزائر ككونتور كوميرسيال كواجهة بيع نعم صحيح. لكن هذه السنة تقريبا معظم الشركات اللي جات شركات اللي جات تستثمر في الجزائر باش تحط استثماراتها والصافوار فرتاحها ونقل المعلومات نتاعها الى الجزائر نعم. ما جاتش باش تبيع سلعتها موالف نشوفوا البيض نشوفوا الطوماطيش نشوفوا نشوفوا يعني لي جي نشوفوهم جايين يعرضوا فيهم هنا في الجزائر حاليا نشوفوا تكنولوجيات ماكينات يعني امور للانتاج شراكه يعني. شراكه راح تنتج في الجزائر نعم. اذا هذا الشيء اللي حبيت ناكد عليه وزيد فقط نقطه نعم. اخيره نعم تفضل لانه البرنامج موش نقطه اللي فتح كل الملفات يعني هو حصه نهائيه تفضل الاخ الالماس قال كلمه جميله جدا أنا أن نكيف وسائل الترويج مع التوجه الاقتصادي هذا شيء جميل نعم. لأن عندما نكون عندنا 60 معرض في السنة واتجاه العالمي حاليا متجه على أن نتخلى عن المعارض ونمشي إلى الصالونات المتخصصة هذه هي الوجهة الحقيقية والمستقبلية راح تكون تاع المعرض وانت على صفاكس إن شاء الله نعم تفضل تفضل باختصار أكيد لأني عندي سؤال للسيد أنا عندي نتكلم يعني واحد يكون صراحة يعني فيه ما يسمى بمقاومة التغيير الناس اللي عندها منفعة في إبقاء الوضع على حاله أكيد راح تقاوم التغيير وغير ذلك في قضية الذهنيات يعني مجتمع عاش في ظروف الآن الأمور تغيرت عقلية البيلك ما فيش ثقافة الشيك ما فيش ثقافة كذا وغير ذلك عندنا سير زيد عقلية البيلك ومن ثم لازم نحي عقلية البيلك ولي بيان فاكون اكسترا هذه العقليات لازم يتحولوا لذلك أنا أعتقد بأني يا جماعة واحد يكون صريح عندما تكلموا على استراتيجية أثارها ما تكونش بين عشية وضحاها تكلم عن المدى المتوسط خمس سنوات أكيد أنا متيقن بأن الوالي كان يدافع على مصلحة ولايته بدون ما يقصد ماشي ضر ولاية أخرى لأن الآن نقول لك بيكون صراحة يعني حتى جلب الاستثمارات للولاية هي محافظة على الآن يعني صراحة يعني. عندما تشوف رئيس لما يجيك مستثمر يمدلك مشروع هذه في صالح الولاية تشوف رئيس الحكومة
يروح في كل المناطق تاع الدول ويطلب من المستثمرين أرواحه. تشوفوا وزراء كما قال الأخ يعني راهم يمكن يباتوا نهار في العشر أيام في ديورهم على أولادهم. نعم. يظلوا كل نهار وين. نعم. في ولات الآن في ولات نقول لك دقيقة في ولات الآن يفعلوا مش مثلا ولاية البليدة تلقى يدقدق من كل مستثمر أرواحه. لذلك فأعتقد بأن التغيير يبدأ بخطوة. رانا بدينا بشوية إن شاء الله تجي الأمور إيجابية مع الوقت. قليلة في هذا المجال لأنه الحصة ليست متعلقة فقط. والله أنا يا ريت يقول لي وين راني أنا يا هل ترى خطاب واقعي ولا أسود للصديق. لا والله أنا صنفت من بكري. شوف والله يعني باش شوفي نتكلموا على البيروقراطية. نعم. يعني باختصار منذ شحال وانت راكي في الحصص هذه شحال من سنة وتكلمي على البيروقراطية يا هل ترى فيه تغيير؟ تخلصت نتكلموا على استراتيجية. البلاد ما زادتش اليوم. عندنا خمسين سنة والخطة يعني السيد للمعرفة كانت هناك وضع اقتصادي الإيجابي منذ خمس سنوات وعلى ما درنا استراتيجية منذ عشر سنوات وعلى ما درنا استراتيجية وبالتالي باش تقولي عندي أنا عصا وما عندناش عصا قلنا تكلمت عليها ولكن أنا وش نقول ما عندناش تخطيط على المدى البعيد السيد وش نقول يعني إيجابي ما هو إيجابي اليوم البلاد هذه وعلاش رانا نتكلموا يعني بلاد فيها خيرات كبيرة يعني فيها قدرات كبيرة وفيها كفاءات كثيرة يعني لو شوية عقلانية فقط والله هذه البلاد هذه كما ذكرت في بلاطوات آخرين تاع 80 مليار دولار صادرات خارج المحروقات. يجب إشراك كل مواطنين. عندك كلمة باختصار يعني اهترنا على البيروقراطية الإدارية. يعني نظرنا كاين حاجة لازمنا نتكلمها وهي واقع أنه الإداري هذا الجزائري هو عبارة عن شعب. شكون هو اللي راه يخدم في الإدارة الجزائرية؟ لكن هناك يعني ذهنية يعني حتى الوزير اللي تكلم عليها حتى المواطن الجزائري ذهنية الجزائري ما تخليش هذه هي أنه المواطن الجزائري عنده ذهنية تاع بيروقراطية وهذه لا غالب هذه ماشي في الحكومة ولا هذاك هذه عقلية الذهنية هذه لازم تتبدل وتتبدل يعني كما يقول لك من الجذور أنه المواطن المتعامل لابد أن يتم انتقادها نقولها بصريح العبارة حتى ذهنية المتعامل دوك حنا مثلا شحال من مرة أي متعامل اقتصادي أي مستثمر ناشئ عنده زوج دورو راح يخدم لي كابريس نهار ينتقدوه يقول لك انا مستثمر راك ضد الاقتصاد الوطني اسمحني نكمل لان انتقدنا الاداره بما فيه الكفايه انتقدنا المستهلك بما فيه الكفايه حتى المتعامل الاقتصادي يستاهل يعني الانتقاد الاخ نشجعه على المشروع تاعو ولكن انا اول حاجه جاتني في بالي هذا يستحق الرمل مثلا واش ده الوالي حتى ما عندهمش رمل في الولايه رمل دوك الجزائر تسع الجميع لا 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 مثلا حقيت نرفد الرمل رمل روحي للصحراء كلها سيوف تاع رمل يا هل ترى محتاج انا من بواب الصحراء دوك نبعث لك شحال من بعد الحصه دوك ندير معاك اتفاقيه عندي ولاك اتفاقيه والله العظيم راهم يخدموا في الرمل يرفد في الرمل واحد في الرمل هذه هي الخدمه تاعو يا هل ترى ما كان يرفد في الرمل ويديك دوك يا هل ترى حتى المتعامل الاقتصادي ماهيش ضد الاخ ماهيش عليك معناها ما كاينش ضمانيه ما كاين ضمان ما كاين لا بصفه عامه دوك مثلا نستحقيت لاسيليس لازم يروح الوالي باش يعطيني اوتوريزاسيون تاع لاسيليس ما عنديش رئيس بلديه ما كانش حتى يعني احيانا يعني بعض المتعاملين لا خذيتك انت كمثال بعض المتعاملين سبحان الله العظيم يسحق لين تليفونيك يروح لك يبعث لك يرسل لك الوالي ولا يقول لك راك تشوا عطلوا لي الاستثمار تاعي يروح هنا هناك مركزي عندك جيري تيليكوم روح دير بوز روح دير لي سي مصطفى لا باسكو حتى المتعامل الاقتصادي رانا نهضروا على الذهنيات حتى المتعامل الاقتصادي لازم يتاقلم مع الواقع طلب له التسويق يعني تسويق المنتوج نعم. أنا أول الناس منتقدين الولاتة والإدارة أنا لا أعتقد أنه في المرحلة الحالية كاين والي يغامر براسه لأنه حاليا راس تاعو اللي راه يغامر في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الوزارة أنه يقوم بتعطيل أو أي استثمار سيفري يعني مش من فايدته أنه يعطل الاستثمار لا أعتقد ذلك وبالتالي حتى المتعامل لابد يقوم الذهنية ربما راه الأخ الكريم على بالوش باللي راهي الذهنية نتاع البيروقراطية متجذرة في عقولهم انا نزيدك حاجه برك انا مش مدافع على الوالي تاع بسكره انت يا تقولي كاين مستثمر من 2004 وهما معطلينه في بسكره وانت راك تشكر في الوالي الحالي وكاين من نقده الوالي الحالي هذا جاء قلت يعني جاء في 2015
وانا 2004 كان والي وبعده جا والي اخر لكن ما مضاش عقد الامتياز حتى تكلم الوزير الاول. هذا هو المشكل يعني. فوالا هذه حاجه اخرى. هذا هو المشكل. هذا هو الاشكال. فوالا انا واش حبيت نقول حبيت نقول احنا عندنا مراسله من ولايه الواد رسميه يرفضوا اننا نهزوا الرمل نتاع سيليس باش نديروه اناجو في صناعه الاسمنت اللي راهي ساكت سوى 100,000 ويسلك فيها المواطن الجزائري ب 100,000 وهي سعرها حقيقي ما يعني ما يجاوزش 35,000. سيد عموري ان شاء الله تجينا في عدد اخر وتقول لنا باللي حليت المشكل هذا. سمحي لي سيد. نعم سي كريم. نعم هو سيد كريم متعامل جزائري اقتصادي والله مستهلك والله والي والله إداري كلهم عبارة عن مواطنين جزائريين. أنا قلت البيروقراطية هي تمشي في الذهنية تاع المواطن الجزائري. المواطن الجزائري كسوة مستهلك والله متعامل اقتصادي والله والي والله إداري والله وزير والله رئيس حكومة والله هذاك. إحنا كل ما نحطوش اليد في اليد ونبدلوا الذهنيات يعني نبدأوا كما يقول لك تغيير يبدأ الإنسان بنفسه ويروح يسمى يروح للمرحلة واحدة أخرى ما نشرح نروحوا بعيد. نعم يعني هذه السيد سيد قيدوم نتكلم على نحطوا اليد في اليد والمواطن يجب اشراكه. يجب اشراكه ايضا السيد محمد كريم من خلال ما تم بعثه مؤخرا فيما يتعلق بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي. اين وصلت هذه العمليه اليوم؟ هل هناك اقبال كبير على البنوك؟ نعم والله قبل الاجابه على هذا السؤال ضروري تقول ان هذا النقاش متشعب. نعم لانه حوصله لكل ما عندما يكون نقاش متشعب يصعب علينا نتبعوه وكل يعني كل اسئله وكل سؤال ضروري نجاوب عليه. تشعب معنا اخويا احنا متشعبين بما اننا نتكلم على التشعب كان هناك سؤال حول الميكرو سيد بال واحد بال اثنين بال ثلاثة. ضروري نقول لك ان بال واحد وبال اثنين وبال ثلاثة قواعد للاعتناء وليس ولا احترازية وليس للتحفيز. اذا موقعها ولكن معايير دولية. معليش خليه يتكلم تفضل سيد نجاوبك تفضل سيد. موقعها يعني في هذا النقاش نظن ان هذه العمليات تم بين البنك المركزي والبنوك التجارية لانها اكثر للاعتناء وليس للتحفيز. فيما يخصنا نحن اليوم وفي هذا النقاش يعني الثري وضروري البنك عنده مكانه والمكانة يلعب لأنه يلعب دور كبير في الاقتصاد الوطني. صحيح. ودور ما ولا نستطيع أن نستغني عن البنوك في هذا الموضوع بالذات وعدم الاستغناء عنه سواء كان الأمر بالنسبة لتجنيد الأموال من أجل تمويل الاقتصاد الوطني أو كذلك في تمويل بحد ذاته للاقتصاد سواء كان هذا التمويل للاستهلاك أو للاستثمار. صحيح. أونامون أو أونابال. هذا ضروري جدا. طرحت لي السؤال على القرض الوطني للنمو. نعم الاستجابة كبيرة والمستوى اللي وصلنا له اليوم مستوى مهم ويساعد اليوم يعني الدولة من أجل الاستجابة إلى متطلبات الحين أو المتطلبات الآنية والعملية مستمرة على مستوى كل بنوك وشبابيك نتاع البنوك وكذلك البريد المركزي وغيرها من الخزينة ناهيك عن الكومباني داسيورونس اللي يقوموا كذلك بهذه العملية مستمرة وسوف نصل إلى الهدف المنشود وهو تجنيد أكبر عدد من الأموال. الطلبات على سندات مليون دينار أو 50,000 دينار أو مليون سنتيم أي ما هي السندات الأكثر طلبا؟ كل 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 يعني الاستجابة تاع الدولة لهذه الطلبات كانت مفيدة لأن طلب على 10,000 دينار جزائري طلب مهم
واستجبت الدولة لها على هذا، وكذلك المليون دينار جزائري كان هناك طلب، والطلب يعني الدولة استجابت على هذا. نعم سيد كريم، هل هناك إقبال كبير للمتعاملين الاقتصاديين على القرض السندي؟ أنا أقولها بكل صراحة، هناك إقبال على القرض السندي من قبل المتعاملين الاقتصاديين، من قبل المواطنين، لا نعم، ومن قبل كذلك نعم، المتعاملين الاقتصاديين. كذلك المتعاملين، هناك من يقول أنه الإقبال، أنه هناك من أخذ أمواله من البنك يعني ودها للقرض السندي، هل هذا صحيح؟ أمواله من البنك وأخذها للقرض السندي. نعم. نظن باللي ضروري نفهم أن هنا أننا نحن في دورة مالية، وهذه الدورة المالية المهم هو أن هذه الأموال ما تبقاش خارج الأطر القانونية، خارج النطاق النطاق المالي، سواء كان في الخزينة أو كانت في البنوك، فهي داخل الدورة المالية والدورة الاقتصادية. إذا هذا مشي عيب، يعني مشي عيب أن هذا الشخص هذا اللي هو حر في التصرف في هذه الأموال أن يأخذها من البنوك إلى الخزينة. نعم صحيح. نعم ثلاثية ستعقد هذا الأحد، ينتظر منها الكثير سيد كريم، ينتظر أن تتوج بنموذج اقتصادي جديد تكلم عليه الوزير الأول دون إعطاء يعني تفاصيل عن هذا الملف. ماذا تتوقعون كيف سيكون النموذج الاقتصادي الجديد؟ أنا أتوقع أن الإشارة قد أعطيت من هذا المكان بالذات من طرف الوزير الأول عندما تحدث عن التصدير، وإن كان هناك عنوان على هذا النموذج الجديد للاقتصاد أنه مبني على تنويع الاقتصاد الوطني والذهاب نحو التصدير والاقتلاس واقتصاد وتقليص من الاستيراد. تنويع الاقتصاد الوطني ضروري، وما عندناش احتياج آخر، ما عندناش حل ثاني. الحل الوحيد هو هذا، هو أن كل جزائريين يفهموا بأن هناك مصير جزائر، مصير وطن، وأن هذا المصير هذا يتم عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني. سيد كريم في 30 ثانية كلمة عن البرنامج في ختام هذا البرنامج، وهو العدد الأخير من برنامج الحوار الاقتصادي، كيف تقيمون برنامج الحوار الاقتصادي؟ أخير تلك جزاك الله خير، شكرا. غادي تشوقينا يعني الأيام المقبلة، سوف يوم الثلاثاء ننتظر هذا البرنامج، لا يأتينا إلى حتى سبتمبر، يعني حتى سبتمبر 2016. إذن نستمعوا ونصبروا إن شاء الله. تفضل سيد عموري، فيما يتعلق بمشاركتكم في البرنامج مرتين في هذه السنة، كيف تقيمون البرنامج اليوم؟ هل وفينا يعني وفقنا في اختيار المواضيع؟ والله كما قال هل وجدتم إجابات على انشغالاتكم في هذا البرنامج السيد؟ والله كما قال سيد المدير العام، يعني برنامج صريح وثري ونفع البلاد والعباد، وإن شاء الله نتمناه كي يرجع لنا في سبتمبر وحنا نتسناوه بفارق الصبر. شكرا سيد. تفضل سيد علوان في نفس الإطار. شكرا. بطبيعة الحال الحصة المشاهد، نخلو المشاهد ويحكم المشاهد، يعني هناك صدى بأن هذه الحصة اللي هي حصة متميزة في مؤسسة. هل وجدتم المواضيع التي تطرحوا في خارج؟ كانت مواضيع معناتها وقتية، معناتها الوقت اللي يكون فيه نيفانمون الحصة تكون متواجدة. لكن بغيت نعقب بركة ورد على الثلاثية في 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 كلمتين. الثلاثية هذه اللي راح تنعقد لازم نخرجوا بثلاث أشياء. الشيء الأول هو أن 60 مليار دولار اللي توزع في شكل منح اجتماعية لازم يتقلص. الشيء الثاني عندنا أكثر من 11 قطاع راكدة لازم تنوض هذه القطاعات، هو القطاع الفلاحة، السياحة، الصيد البحري، الصناعات التقليدية، كل هذه الصناعات لازم هذه القطاعات 11 قطاع الاقتصاد الصحة كلها. شكرا. هذه لازم تنهض بها الدولة الجزائرية في هذه الثلاثية. نعم وشكرا. سيد زيتوني، إذن نظن بلي الحصة كانت منبر وكانت فضاء لعرض الأفكار ومناقشة القضايا الآنية، وللأسف يعني في الإعلام خاصة ما عندناش الكثير من الحصص اللي تتناول، لأن الموضوع الحالي اللي مطروح على الساحة الوطنية واللي هم الشعب الجزائري هو موضوع اقتصادي بامتياز، وبالتالي احنا
حصة هذه اللي تلعب دورها لكن ما تكفيش لازم تكثيف البرامج سواء نكملوها في جوي أوت باش ما نحبسوش خلينا نرتحوا شويه نزيدوا حصص أكثر من 40 عدد سيد زيتوني طيلة هذا الموسم يعني نشكركم على هذه الحصة شكرا سيد زيتوني سيد قدوم شاركتوا معنا في البرنامج مرتين هذه السنة يعني الله يسلمك تفضل والله هي المشاركة الثانية وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة إن شاء الله هو عبارة عن حوار اقتصادي واحسن طريقه لحل المشاكل يعني كما يقول الجوري ميور موين دو كومي دو ريغلي لي بروبليم سي بيان دو كومينيكي هذا اسمه حوار دونك كومينيكاسيون احنا ان شاء الله هذا الحوار راح يكون يسمح باب يعني الاقتصاد افضل وان شاء الله نروحوا من الحسن الى الاحسن شكرا السيد للماس والله تقدر تنتقدنا ما كاش لا لا ما انتقدتش انا من اجل الانتقاد ولكن تعرفي صراحتي انا ولا جيت لعندك لان حصه جيده شكرا ومن فوائد هذه الأزمة اللي رانا فيها هي الاهتمام الكبير للجانب الاقتصادي اليوم لكل الشعب حتى الشباب وإلى آخره وبالتالي فعندنا فائدة من هذه الأزمة وهذه الحصة سمحت لي يعني التكلم على هذه المواضيع مواضيع ساعة وانت اختيارك للمواضيع يعني الله يبارك ما شاء الله شيء جميل وبالتالي ف قدرنا في هذه الحصة هذه ولا قدرتي في هذه الحصة تعطي إجابات لمسائل كثيرة يطرحها المواطن ونشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا سيد رزيق أولا أشكرك جزيل الشكر لأنك ساهمتي وحاولتي أنت وكل هذا الطاقم البشري أنكم تنوروا الشعب الجزائري وتديروه في الصورة وهذا اللي ما كنا نحتاجه خاصة أنك تكوينك ليس اقتصادي بل هو تكوين صحفي وصح وبالتالي استطعتي أن تحضري كل هذا الشيء لذلك أنا نوجه لك دعوة إن شاء الله جينا في شهر سبتمبر أو أكتوبر بجامعة البوليدة 2 تقدمي لنا محاضرة حول تجربتك كصحفية في الجانب الاقتصادي كيف استطعت أنك تبولي هذه البولة يعني تبولي كل هذه الأفكار وتخلي يعني تجمعي إطارات تجمعي اقتصاديين تجمعي الآخر وتأثري في القرار السياسي وتأثري في حلول كثيرة لذلك هذه الدعوة موجهة لك إن شاء الله شكرا إن شاء الله يكونوا جميع الحضور معنا اليوم موجودين معنا في هذاك اللقاء حصلنا الشرف في ذلك. نعم معي اليوم لأول مرة تظهر على شاشة التلفزيون زميلتي أمال عوف هي من يعد كل فقرات هذا البرنامج اليوم موجودة معنا في اللقاء الختامي لهذا الموسم لك الكلمة أمال تفضلي ميكرو أمال أنت إعلامية عالجنا من خلال حصة الحوار الاقتصادي أهم المواضيع التي عرفها المشهد الاقتصادي خلال هذا الموسم في الوطن وكنا نتتبع بدقة كل أحداث حتى كان يصعب علينا في بعض الأحيان اختيار المواضيع لكثرتها خاصة وأن هذه السنة سنة اقتصادية بامتياز فقط نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال الرسالة ووقفنا على انشغالات المواطن ينتظرنا المشاهد إن شاء الله في الموسم القادم بحلة جديدة إن شاء الله معنا أيضا في هذا البلاتو مستشار البرنامج محمد الأزهر الماروك تفضل بكلمة والله في الأخ وردة حصة الحوار الاقتصادي تعتبر حصة مميزة في الإعلام الاقتصادي المتخصص إنها حصة فيها شيء إيجابية كثير أول شيء إيجابي هو قول الحقيقة هذه الحصة تقول الحقيقة كما هي يعني رغم أنها في مؤسسة الإعلام العمومي لكن تقول الحقيقة الإعلام العمومي يقول نعم. الحقيقة يعني شفنا في الحصة هذه آراء متناقضة متضاربة وهذا شيء إيجابي نعم. رأي ورأي الآخر وهذا طبع البرنامج لصحيح. في هذه الحصة شفنا الجرأة في طرح موضوعات مهمة جدا فبالتالي أعتقد أن حصة حوار الاقتصادي قد حققت هدفها ونجحت فبالتالي هي الآن عندها جمهور يتابعها صنع القرار يتبعها رجال أعمال والمستثمرين كلهم يتابعوها الخبراء الجامعيين أنا أعتقد أن حصة الحوار الاقتصادي الآن هي نموذج للحصص التلفزيونية الناجحة نتمنى أن تعطى لها الإمكانيات حتى أن نذهب بعيدا من أجل أننا نخلق وعي اقتصادي وعي ثقافي عند المواطن الجزائري الآن الأوان في ظل هذه الأزمة أن المواطن الجزائري يقل شوية من التبذير يقل شوية من الاعتماد على الدولة بركانة من سياسة الدعم سياسة الدعم خلقت لنا التبذير خلقت لنا المشاكل سياسة الدعم خلقت لنا ثقافة العمل المواطن لازم يخدم شوية يعني الآن بركانة من الاعتماد على البترول خلاص الآن الأوان نعتمدوا على العمل نشمروا على سواعدنا ننقذوا بلادنا من الانهيار الاقتصادي لأننا في وضع صعب شوية إخواننا رجال الأعمال راهم ناس وطنيين ناس يحبوا يخدموا البلاد
فبالتالي انا اعتقد ان هذه الحصه يعني هي تعتبر شيء مميز وتعتبر قفزه نوعيه للاعلام الاقتصادي المتخصص. شكرا للزهر ماروك. فقط اذكر انه اضافه الى الصحفيه الدائمه امل عوف في البرنامج، هناك العديد من الصحفيين من المؤسسه العموميه للتلفزيون قسم الاخبار من شارك في هذا البرنامج باعداد مواضيع متخصصه في المجال الاقتصادي، كل حسب تنقلاته سواء داخل او خارج الوطن. نشكر كل هؤلاء الصحفيين الذين ساهموا معنا في هذا في اعداد هذه البرامج. سيد زبدي، لانك تمثل المستهلك، نخلي لك الكلمه الاخيره. لا خليتك جليفي اكسبري. سيد زبدي تفضل. لا والله شوفي ان باختصار ناخذ اخر كلمه، قال محتاجين امكانيات، يعني الحق الحصه كما هذه تحتاج امكانيات. لا سيد زبدي، هناك المتعاملين الاقتصاديين. نعم وهناك بنك التنميه المحليه معنا باذن الله، يجي واش اسمه هذيك سيليكوز تاعك وباذن الله نلقاوه نمول البرنامج بالخارج، نلقاك اول ممول الحصه. وعندنا الالكترونيين الالكترونيكا وانا سيد ما تقصرش كاع راسك. كاين حاجه يعني حتى ما تكسريش راسك في هذا المجال. كاين حاجه واحده اخرى، يعني اي حصه تكون فيها عفويه صدقيني، وهذه نقولها للمشاهد مباشره، انه عنوان الحصه يتم تحضيره في الحصه. صحيح. يعني مع الضيوف، يعني كنتوا معايا وقلتوا واش من واش من عنوان كيما تكونش البرنامج، كيما تكونش اون فوي دو روت من الاول وين يجي الضيف راهو مرتاح، يعني عنده غير العنوان وراهو حر في اختيار جميع يعني لي تيتر تاع النقاش ولا لي كرون ساك، سا سي امبورطون، يعني وين يكون الضيف، اي ضيف يعني يشاطروني الراي يكون انسان بأريحية بطبيعته. حتى اللي قلت لك العنوان، يعني واشكرك شكرا جزيلا يعني لما تقدمينه يعني شكراً. من خلال هذه الحصه للمستهلك الذي نتمنى اننا كنا في حسن ظنه ان شاء الله. شكرا سيد زبدي، شكرا سادتي الافاضل على تلبية هذه الدعوة. في نهاية البرنامج نشكركم أو نشكر الحضور على تلبية كل دعوات برنامج الحوار الاقتصادي وليس فقط اليوم. نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البرنامج. تحية خاصة للمدير العام للتلفزيون توفيق خلادي على الثقة التي وضعها في شخصي وتركني أعمل بكل حرية واحترافية. الشكر موصول لمدير الأخبار نذير بوقاع الذي ساعدني في كل مرة لإنجاز المواضيع. الشكر موصول أيضا لمخرج البرنامج سودن بخوش، سكريبت البرنامج نجمة بالبحري، ولا ننسى جنود الخفاء فيما يتعلق بالتقنيين سواء في الفرقة التقنية واليوم موجودة معي فرقة متنقلة، أو سواء الفرقة الثلاث التي تداولت في استوديو برنامج الحوار الاقتصادي بالاستوديو رقم واحد التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج، قسم الديكور، قسم البرمجة، كل الأقسام في التلفزيون التي ساعدت وبشكل كبير وكبير جدا في إنجاح هذا البرنامج. هو الأخير اليوم، هو آخر عدد لهذا الموسم، لكن لا بأس أن أذكر أنني سألتقي بكم مرة أخرى هذا الأحد، لأن الحدث يفرض نفسه. لقاء الثلاثية ستكون لنا تغطية خاصة في حوار خاص سهرة هذا الأحد، لقاء سيضم مختصين سنناقش من خلاله نتائج الثلاثية التي من المزمع أن تنظم يوم الأحد الخامس جوان المقبل، والتي من المقرر أيضا أن تخرج بقرارات هامة وجريئة أهمها نموذج اقتصادي جديد نتعرف على تفاصيله في العدد المقبل الخاص للبرنامج. ترقبونا. تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.